ورجعنا لكم بعد الفاصل. في الحلقة رمضان عملنا مع بعض نوع من البسكوت بالكاجو وكراميل، طعمه يجنن، بس هنستنى لغاية اللي المدفع ما يضرب، ان شاء الله هندوق الوصفة بتاعتنا، ان شاء الله هتعجبكم، الوصفة جميلة جدا. عشان نعمل الوصفة التانية انا قعدت افكر طيب عامل معاكم ايه. احنا في رمضان بناكل يعني بنكون جعانين جدا جدا وبعد كده مش قادرين ناكل، خصوصا لو في عندنا عزومة او احنا معزومين في حتة، هناكل كتير وخلاص يعني مش قادرين. طيب هنعمل ايه يعني بعد شوية لازم ناكل حاجة مثلا حلوة بس خفيفة وممكن في نفس الوقت ممكن تكون ساعة. فانا برضو عمالة افكر في رمضان ممكن نعمل ايه. احنا ممكن نعمل ايس كريم، بس ايس كريم مش عادي، مش هنعمل ايس كريم عادي، احنا هنعمل ايس كريم سهلة. في مصر دي مش حاجة معروفة، بس مثلا في تركيا في ايس كريم سهلة. في مصر احنا بناكل او انا على نفسي بحب جدا ايس كريم بالمستيكة، صح؟ انتوا برضو؟ انا عرفت، انا متأكد. فعشان نعمل الايس كريم سهلة احنا هناخد مع بعض 3 كوبيات من اللبن، فهنحط 3 كوبيات دول معظمهم في حلة، تمام؟ وعندي شوية اللبن فاضل انا احطه على سحلب. عندي هنا سحلب جيف او سحلب بودرة 65 جرام، ده بيتباع في كل حتة خصوصا في رمضان. فاحنا هنحط بقية اللبن على السحلب وهنقلبه عشان يبقى سحلب يدوب في اللبن بتاعنا. كمان عندي هنا كوب من الويبنج كريم او كريمة الحبقة، صح؟ فهنحط الويبنج كريم في حلة كمان مع 160 جرام من السكر، فهنحط 160 جرام من السكر في الحلة. وحاجة أخيرة كمان عندي هنا 3 جرام من مستيكة. مستيكة بتدي طعم لطيف جدا، طعم شرقي، بس خدوا بالكم لازم نشتري مستيكة صح. في انواع، في نوع رخيص بس هو ما بيديش الطعم المستيكة اللي احنا بنحبه، ففي نوع اغلى شوية فمنه عايزين 3 جرام بس. لو حطينا اكتر هتكون طعم يعني بزيادة، مش هنحس الطعم السهلة. فاحنا هنحط بس فقط 3 جرام من مستيكة، ومش هينفع نحط المستيكة صحيحة. لازم احنا الاول نحط المستيكة في البلندر او ممكن في الحنطة عشان نكسر المستيكة زيت نفسها. اوقات كتيرة مستيكة بتلزق، صح؟ عشان دي ما تحصلش احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نحط المستيكة في فريزر. بعد ما حطينا في الفريزر هي بتتكسر بسهوله، ولو حتى حطيناها مثلا في البلندر هتتكسر بسهوله خالص. ودي هتساعدنا لما نحط المستيكه في اللبن عشان هي المستيكه تدوب كويس في اللبن، تمام؟ فاحنا هناخد الخليط، هيكون اللبن بتاعتنا سخن، فلو اللبن بدأ يسخن او اللبن سخن لازم احنا نقلب الخليط اللبن على طول واحنا بننزل السحلب عشان الخليط بتاعنا ما يكلكعش. واحده واحده كده اهوت. ريحه بقيت جميله جدا، ريحه المستيكه وريحه السحلب، الله، وحشني رمضان والله. يعني انا بصراحة بحب رمضان عشان اللمة، عشان الاكل الجميل، عشان الهدوء، عشان مسلسلات التركي كمان، تمام. فاحنا هنسيب الحليب بتاعنا يغلي النار تقريبا لمدة من 10 ل 15 دقيقة، وكل شوية هنقلبه عشان مش عايزين الخليط بتاعنا يكلكع، فدي هتاخد مننا شوية وقت، تمام؟ في نفس الوقت أنا عايزة أعمل نوع من الديكور اللي احنا هنحط على الآيس كريم بتاعنا، هنحط السمسم، تمام؟ فعشان نحط السمسم احنا هناخد معانا
15 جرام من الزبدة بس كده. تمام. وهناخد كمان معانا 5 جرام من جلوكوز، او لو ما عندكوش جلوكوز يبقى سكر ابيض، سوري العسل ابيض. تمام. هندي تقليبة للسهلة. ايوه ريحة جميلة ما شاء الله. الحليب بدأ يتقل فاحنا لازم نوطي تحتيه. ايوه وكل شوية هنقلبه. تمام. هنشغل النار تحت الزبدة والعسل الأبيض بتاعتنا أو جلوكوز الموجود عندكم، وبعد ما الزبدة تسيح احنا هنحط كمان 15 جرام من السكر، وبرضو هنخلي سكر يدوب مع الزبدة والعسل بتاعنا. أيوة كده عندي الزبدة ساحت مع عسل، هنحط السكر. لازم السكر يدوب في المكونات ماشي. وبعد كده احنا هناخد معانا 50 جرام من السمسم. انا محضرة السمسم اشتريته هو لسه ابيض فانا حمصته شوية. حسب اللي انتوا عايزين، حسب الرغبة، انتوا ممكن تحمصوا السمسم زيادة مفيش مشكلة خالص. فزي ما انتوا شايفين عندي تقريبا السكر بدأ يدوب في المكونات، فاحنا هنعمل ايه؟ هنطفي تحتيه وهنحط السمسم ماشي بالطريقه دي. وبرده ما ننساش نعمل ندي تقليبه للسحلب بتاعنا. في ناس بيقولوا ما ينفعش نستخدم المضرب البيض او يعني مضرب في السحلب، لازم نستخدم الكبشة وكل شوية نرفع السحلب وننزله تاني بالكبشة، نرفعه وننزله تاني. فمعلش عشان أنا أجنبية فأنا هعمله بالطريقة بتاعتي. تمام. فعندي هنا الحليب سمسم هنحطه على ورقة الزبدة. تمام. وهنفرده شوية وبعد كده هندخله في الفرن، طبعا درجة الحرارة 180 عشان يمسك في بعضه. وبعد كده لما نبرده احنا هنعرف بعد كده نكسره ونحطه بعد كده على الايس كريم. فهندخل السمسم بتاعنا في الفرن لو عايزين ممكن نعمل الكراميل تقيل، ممكن نحط مثلا شوية مية على سكر برضو نخلي السكر يدوب في المية وبعد كده يعمل لون الكراميل وبعد كده نحطه على السمسم. بس أنا بتعجبني الطريقة دي أحسن. ليه؟ عشان بعد ما الوصفة بتتعمل هي خفيفة، مفيش طعم الكراميل، في طعم السمسم زيت نفسه مش كراميل، فعشان كده بحبه أكتر. تمام. فهنرجع بس للسحلب بتاعنا، هو بقى تقل ماشي. مفروض نسيب السحلب على النار لمدة 20 دقيقة عشان يبقى جاهز ويبقى طعمه حلو. تمام. بعد كده عشان نعمل منه آيس كريم هنعمل ايه؟ الحليب ده لو سبناه يبرد من غير اي حاجة هيعمل زي القشرة كده على الوش. فهنعمل ايه؟ هناخد من الحلة هنقلب الحليب بتاعنا مثلا في الحاجة غويته، وبعد كده على الوش السحلب هنحط كمان الكلينج فيلم او ورق مغناطيس زي ما انتوا تحبوا، زي ما انتوا تقولوا الكلينج راب. هنسيبه يبرد وبعد كده هندخله تلاجة. بعد كده نفس السحلب بتاعنا هندخله الفريزر، وكل الساعة هنخرجه من الفريزر ونضربه. أنا عندي في البيت مكنة آيس كريم، فأنا عندي المكنة هي اللي بتضرب كل شوية الآيس كريم عشان تخلي خفيف. احنا ممكن نستخدم الحليب زي ما هو ونحطه في الفرن
زي ما هما، لكن في الحالة دي الايس كريم هيطلع ناشف، يعني مفيش مش خفيف، فاحنا عايزين الايس كريم يبقى خفيف. فاحنا هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم احنا هنحط السهلب بتاعنا في الفريزر لمدة ساعة، وبعد كده هنخرجه هنضربه في الأجان يعني بالستاند ميكسر، وهنتحله تاني، وبعد كده هنحط الحليب بتاعنا هيكون هو مسك نفسه شوية في الفورمة، وأوريكو هيكون عامل ازاي. اهي عندي ايس كريم جاهز، فاحنا هنعمل ايه بالراحة خالص، هنشيل قطع من الايس كريم هنحطها في الطبق، هنجيب واحد كمان شكله مختلف سنة، وبعدين هناخد معانا السمسم اللي احنا عملناه، في عندي قطعات منه ممكن نحطه حوالين الايس كريم، لو قطعات كبيرة ممكن نكسرها. وبعد كده هناخد فستق، هنحط شوية فستق برضو هنحطه حوالين الايس كريم، واخر حاجة انا جبت الورد البلدي الناشف هنحطه جنب الايس كريم. الله شكله جميل جدا بالهنا والشفا. زي ما انتم شايفين احنا عملنا حاجه مميزه جدا، عملناها بالطريقه السهله. هنعمل في رمضان مع بعض الايس كريم سهله، طريقه سهله خالص وطعمها تجنن. بالهنا والشفا، وانا اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجديده في رمضان، وهنعمل مع بعض حاجات حلوه جدا.